إذن مشاهدينا، منذ ساعات الفجر الأولى شهدت مدينة جدة غرب السعودية أمطارا رعدية متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأجزاء الشمالية والغربية من مدينة جدة لتنتقل باتجاه جنوب شرق محافظة جدة فيما بعد. غزارة هذه الأمطار التي هطلت على جدة أغلقت طرقا وأنفاقا بعد ارتفاع منسوب المياه، وتسببت كذلك بتجمع كمية كبيرة من الأمطار في الشوارع الرئيسة والفرعية. الأمطار الغزيرة تسببت في إغلاق نفق الملك عبد الله مع طريق المدينة وطريق الأمير ماجد، مع تقاطع الأمير سعود الفيصل وطريق الملك عبد الله باتجاه الشرق. كما تسببت الأمطار أيضا في شلل الحركة المرورية في عدد من الطرق في دوار الكرة الأرضية حتى نفق السلام وطريق مكة القديم وطريق الأندلس تقاطع فلسطين. كما تعرض مبنى الأرصاد في المطار الدولي إلى صاعقة رعدية أصابت جزءا من الأجهزة الهوائية للمبنى، وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن تستمر الأمطار حتى صباح غد الأربعاء. الأمطار الغزيرة هذه مشاهدينا أعادت إلى جدة ذكرى سيول جدة في مثل هذا الشهر أي نوفمبر قبل 8 أعوام، حيث أودت بحياة أكثر من 100 شخص، وذكرى سيول 2011 حين تسببت السيول الجارفة في انهيار سد أم الخير وغرق مباني ومنازل وتعطل حركة السير وتوقف الدراسة أيضا.